قبل أن يتناولوا وجبة إفطارهم، تذكر الإعلاميون في محافظة مأرب أن زملائهم في السجن لم يذوقوا طعاما منذ أسابيع، فوضعوا لهم مائدة رمزية متمنين أن يأتوا وأن يشاركوهم الإفطار. لكن 200 كيلومتر وجدران السجون وبنادق السجانين كانت كفيلة أن تمنع مثل هذا المطلب وأن تحوله إلى حلم بعيد المنال. شعر معه الصحفيون بغصة وهم يتناولون طعاما يمنع عن رفقاء الحرف، ولم يتناول الصحفيون طعامهم إلا وقد أكملوا التوقيع على وثيقة أسموها النداء الأخير، مطالبين فيها الأمم المتحدة أن تفتح الباب وترى ما حل بعشرة من الصحفيين لا يأكلون ويتعرضون للتعذيب كلما عرف أنهم ما زالوا أحياء، أو كلما فكروا بصوت مرتفع وقالوا أنهم يريدون رؤية أسرهم التي تقف خارج السجن تحمل معها قطعا قماشية تغير لونها. ولم تتغير قرارات الميليشيا بسجن الأبرياء الذين أكملوا عامهم الأول بين جدران لا تسمع بكاءهم ولا تفهم كلماتهم.